بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلاب كلية العلوم قسم الأحياء بجامعة الملك خالد، تحية. وبعد بنتكلم في مكرر الحفليات النهاردة، ونكمل الكلام في البيترومايزون. نتكلم النهاردة على الجهاز الدوري والجهاز التنفسي. الجهاز الدوري اللي هو السيركيوليتوري سيستم، طبعا يوجد فيه قلب، ويحيط القلب غشاء التنور بريكارديوم، ويقع الايه القلب خلف الانبوبه التنفسيه مباشره. احنا قلنا كده الجزء ده كان كده بتقسم ليه جزئين كده، وبالشكل ده كده هنا يوجد ايه القلب، والقلب هنا داخل إيه محفظه غضروفيه. طيب يقع القلب ايه، يحط الاول طبعا بغشاء التنور، يحاط القلب بغشاء التنور. طيب وينحني القلب على نفسه ليكون حرف الاس، وهو يتكون من 3 حجرات. اول حجره اللي هي الجيب الوريدي ساينس فينيسوس، وبعد كده في الاوزين اللي هو الاوريكل، وبعد كده هتلاقي فيه الجزء الاخير بقى اللي هو ده اللي الحجرتين اللي فاتوا دول اللي بيبقوا ايه جدارهم رقيق، لكن الجزء الاخير ده بيقدروا ايه سميك بشكل حرف الاس اللي هو الايه الفنتريكل او البطين، وده جداره سميك. اول حاجه طبعا الجهاز الشريان، الجهاز الدوري زي ما انتم عارفين قبل كده، الجهاز الشريان، الجهاز الوريدي، والقلب، والاوعيه الدمويه، والدم بما فيه. الجهاز الشريان طبعا أول حاجة من الجيب الوريدي للأذين للبطين. البطين يعني جداره سميك ينقبض، هو القلب الحقيقي، ويدفع الدم للأبهر البطني الفنترال أورطة، ومن الأبهر البطني ينتفخ عند بدايته كده لكون البصيلة أو البصلة الشريانية. البصلة الشريانية لا تعتبر جزء من أجزاء القلب، يعني هذا الجزء اللي احنا قلنا عليه جداره سميك كده بالشكل ده كده كده، ده القلب، وده الحجرة الثالثة دي كده اللي هي الايه الجيب اوريدي وزين وبطين، بعد كده هتلاقي فيه ايه البصيلة الشرينية بالشكل ده. القلب محاط يحط ده اهو، ده غشاء التنور. غشاء التنور بيحيط القلب اللي هو عبارة عن كام حجرات، 3 حجرات، الجيب الوريدي والاذين والبطين، لكن ده دي البصيلة الشريانية اللي هي البلبس ارتريوزس، لا تعتبر جزء من أجزاء القلب. ده في بداية الإيه؟ الأبهر البطني، يبقى ده البصيلة الشرينية وده الأبهر البطني. من الأبهر البطني ده يمتد أسفل الأنبوبة التنفسية، ويعطي إيه؟ 8 أزواج من الأوعية الخيشومية الواردة اللي يسموه الأفرنت برانكيال أرتري. أفرنت 8 عشان يحيطوا ب7 فتحات خيشومية، 7 جيوب خيشومية اسفل الانبوبه التنفسيه. طيب بعد كده يطلع من الايه الخياشيم، خلاص الدم مر هنا في الانابيب دي ويتعرض للميه اللي ماشيه هنا، فحصل تبادل الايه الغازات، واصبح الدم الان محمل بالاكسجين او يسموه دم مؤكسج. هذا الدم المؤكسج يرجع تاني يدخل ايه ينتقل من الاوعيه الخيشوميه الوارده للخياشيم، يطلع منها عن طريق برضو 8 أزواج أخرى من الأوعية الخيشومية الصادرة بيسموها الإفرنت برانكال، يبقى إفرنت وارد وإفرنت يعني الصادر. الدم المؤكسج ده يتحمل بواسطة 8 أزواج أوعية من الأوعية الخيشومية الصادرة إلى الأبهر الظهري الدورسال أورطة، منه إلى طبعا باقي أجزاء الجسم، يمتد أسفل الحبل الظهري أو العمود الفقري الابتدائي طبعا لغذاء اعضاء الجسم الايه المختلفه، وانتهي طبعا في نهايه خالص بالشريان زي اللي بيسموه الكودال فين. وقلنا الكودال فين ده هيبقى موجود في منطقه الايه الذيل، وامتد للامام ليعطي الشريان الايه السباتي اللي هو الانتر كاروتيد انترنال كاروتيد ارتري اللي هو الشريان السباتي الايه الداخلي. يبقى ده الأبهر البطني هيدي كل ده، وامتد للأمام ويديك الشريان السباتي الإيه الداخلي. طيب يبقى أنا أهو أنا عندي الأبر الظهري، أنا عندي ده القلب محاط أهو،
بايه؟ الجيب الوريد، وبعدين الايه؟ الاذين، وبعدين البطين، محاط بغشاء التمور ده. القلب عباره عن 3 حجرات. هل يا ترى البصيله الشرانيه جزء من اجزاء القلب؟ كانت ايه؟ كانت اتلفت كده يعني احاطت بالايه؟ غشاء التمور، لكن هي ليست من اجزاء القلب. البصيله الشرانيه وجزء كده بس ايه؟ يتحكم في سرعة إيه؟ سريان الدم. هيديك الإيه؟ الأبهر البطني. الأبهر البطني هيديك 1 2 3 4 5 6 7 8 إيه؟ أوعية دموية خشومية إيه؟ واردة للخياشيم، اللي هما 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده يحصل عملية أكسجة للدم، يتحمل الدم بواسطة إيه؟ 8 أوعية خيشومية صادرة، يتجمع في الايه؟ الابهر الظهري. والابهر الظهري بقى من الناحيه الاماميه قلنا خلاص يديك الشريان السباتي اللي بيغذي المنطقه الاماميه من الجسم. طيب هيتجمع الدم ويصب الدم ايه؟ المنطقه الخلفيه للجسم، وينتهي على طول بعد في منطقه الذيل، ويسموه الشريان الذيل. ده باختصار الجهاز الشرياني في الايه؟ البيتروميز. الجهاز بعد كده اللي هو الجهاز الوريدي، يتجمع الدم بعد كده من منطقة الذيل، مش الدم وصل لمنطقة الذيل، هيتجمع الدم الايه؟ الغير مؤكسج بقى من المنطقة الايه؟ الأمامية للجسم الأول عن طريق وريدين رئيسيين أماميين يسموهم انتيريور كاردينال ساينس. يبقى منطقة الايه؟ الدم، احنا قلنا الشريان الظهري كده في الأمام، هيديك الانترنال ايه؟ كاروتيد ارتري، الشريان السباتي الايه؟ الداخلي، ده غذي منطقة الايه؟ الدم، منطقة الرأس الأمامية. خلاص فيها دم غير مؤكسج، هيرجع عن طريق إيه؟ من المنطقة الأمامية عن طريق إيه؟ عن طريق وريدين رئيسيين أماميين اللي هو anterior cardinal sinus، أيمن وإيه؟ وأيسر. وكمان معاهم في وريد كمان اسمه الوريد الودجي السفلي اللي يسموه inferior jugular vein. يبقى أنا عندي من منطقة الرأس اللي هيوصل لها الدم اللي هو الانترنال كاروتيد ارتر اللي هو جاي من الايه؟ من الدورسال اورتا، من الابهر الظهري. طيب الدم بقى هيرجع عن طريق ايه؟ هيرجع عن طريق حاجتين، شري وريدين، الوريدين الرئيسيين الاماميين، والوريد الثالث اللي هو وريد ايه؟ ودجي سفلي يسموه انفيريور جوجلر فين، وده واحد بس. طيب ده من منطقه الراس. منطقه الايه؟ الذيل زي ما قلنا الدم وصل لها مؤكسج، منطقه تتجمع الدم من منطقه الذيل عن طريق وريد الذيلي. يبقى في شريان ذيلي، يبقى على طول جنبيه على طول الوريد الذيلي، يجمع الدم منطقة الذيل وانقسم لوعة وريدان رئيسيان خلفيين أيمن وأيسر. يبقى كان فيه هنا وريد رأسي أمام أيمن وأيسر، يجيب الدم من المنطقة الأمامية. في وريدين رئيسيين خلفيين، يجيبوا الدم منين؟ من المنطقة الخلفية اللي جاية من الذيل. فتجمع الأوردة الرئيسية الأربعة اللي احنا قلنا عليهم، 2 من المنطقة الأمامية و2 من المنطقة الخلفية، في مع الوريد الودجي طبعا السفلي اللي هو كان واحد بس، مكونة قناة يسموها قناة كوفيريان اليمنى، لأن اليسرى مش موجودة في الإيه؟ الطور البالغ، والتي تفتح في الجيب الوريدي للقلب. لا توجد قناة كوفيريان يسرى في الطور الإيه؟ البالغ. الرسمة توضح لك أكتر. في عندك الجزء ده نرجع له تاني حالا. أدا إيه؟ الوريد الذيلي هيتفرع، جاب الدم طبعا الدم غير مؤكسج من المنطقه الخلفيه للجسم او منطقه الذيل، يتفرع الى ايه؟ فرع ايه؟ وريد رئيسي خلفي ايمن، وريد رئيسي خلفي ايسر. طيب الدم هيجي من منطقه الراس بايه؟ برضو عن طريق وريدين، الوريد الرئيسي ايه؟ ايمن، امام ايمن، ووريد ايه؟ رئيسي امامي ايسر. طبعا زي ما قلنا كمان بالاضافه الى الوريد الوحيد بس اللي هو المفرد اللي هو الوريد الودجي السفلي انفيريور جوجلر فين. اتجمع الدم دلوقتي خلاص من المنطقة الأمامية ومن المنطقة الخلفية، هيتجمعوا مع بعض وتصبوا كده وتاخدوا مع بعض في قناة اسمها قناة كوفيريان أو قناة كوفييه اليمنى فقط، اليسرى اختفت مش موجودة في الطور البالغ. بيصب الدم فين؟ في الجيب الوريدي. كده خلص الجهاز الوريدي الأصيل يعني، ورجع الدم لأصله المكان اللي هو طالع منه اللي هو الأصل. في هنا بنقول وريد كبدي بابي، وبقول هنا الوريد الكبدي. ليه قلت هنا كبدي وقلنا ايه وريد كبدي بس ما قلتش بابي؟ يعني لو انت عندك الدم هنا اهو بيمر في وعاء، والدم ده هيروح لنسيج
وبعدين الوعاء الدموي ده هياخده تاني يوديه لنسيج تاني، يبقى من نسيج لنسيج يبقى ده على طول وريد بابي. طيب لو انت عندك الدم ده هيمر من ايه؟ النسيج، والوعاء ده هو هيمره لك على طول الى الايه؟ القلب. مش هيمره لك بقى للنسيج تاني، لا الى القلب. يبقى الدم رجع من النسيج راح لمين؟ رجع للقلب، يبقى ده اسمه وريد اصيل، ونقول عليه وريد. لان احنا معروف ان وظائف القلب الاورده الدمويه انها ترجع تاني الدم الى ايه؟ القلب. يبقى الوريد يرجع الدم من الانسجه للقلب، والشريان يوصل الدم من القلب للشرايين، من القلب للانسجه. يبقى من القلب للانسجه شريان، من نسيج للقلب وريد. طب الوريد ده لو كان من نسيج لنسيج يبقى وريد بابي، لو كان من نسيج للقلب يبقى وريد اصيل او الوريد يعني. فانت عندك هنا الدم من الاوعيه الدمويه، الجات الاوعيه اهو، هيبقى في سب انتستينال فين، اوعيه تحت الامعاء، تجمع الدم ليه في وريد اسمه ايه؟ وريد كبدي بابي. يصب الدم فين؟ في الكبد. الكبد يتعامل مع الدم ونقي الدم ويضبط محتويات الدم ويضبط السكر ويضبط مش عارف ايه، وبعد كده يطلع من القلب، من الكبد يروح لمين؟ للقلب اللي هو الجيب الوريدي. اللي هيطلع من الكبد للقلب يبقى اسمه ايه؟ وريد كبدي. طب اللي كان هيوصل الدم من نسيج الامعاء لنسيج الكبد يبقى من نسيج لنسيج يبقى اسمه وريد ايه؟ كبدي بابي. طالما هو رايح للكبد يبقى كبدي بابي. طب لو كان رايح لكلى يروح، لو عدى على الكلى يبقى وريد كلوي بابي، لكن هنا بيسموه ايه؟ الوريد الايه؟ الكبدي البابي، لانه جاي من الايه؟ الكبد. هل يا ترى الاورده تحت الامعاء، الوريد الكبدي البابي، وبعدين الكبد، وبعد كده الوريد الكبدي، وبعدين الجيب الجيوب الجيب الوريدي يعني، الدوره الكلويه البابيه مش موجوده لان ما فيش فيه كلى، لكن موجود الجهاز او الدوره الكبديه البابيه، دي الدوره الكبديه البابيه. بعد كده الجهاز التنفسي، والجهاز التنفسي ده تنتهي منطقة البلعوم بأنبوبة مغلقة زي ما قلنا من الخلف، منفصلة عن الجهاز الهضمي، ويسمى الأنبوبة التنفسية أو البرانكيال باسكت. تتكون كل أعضاء التنفس من 7 أزواج من الإيه؟ الجيوب الخرشومية الجيرباوشز، يفصلها عن برضه بعوارض خرشومية. الجيوب الخرشومية تفتح لداخل الأنبوبة بفتحة خرشومية داخلية، وتفتح للخارج بفتحة خرشومية خارجية. يبقى أنا دلوقتي مثلا لو عندي كده هذا إيه؟ جيب خرشوم أهو، ده بيفتح للخارج وبيفتح للداخل، ده فتحة خرشومية داخلية وفتحة خرشومية خارجية، وده الجيب الخرشومي اللي بالشكل ده. طيب تغطى الأسطح الداخلية للجيوب الخرشومية بأغشية رقيقة مزودة بأوعية دموية تسمى الصفائح الخرشومية الجيلا ميلي، اللي هي الأجزاء اللي أنا رسمتها دي، اللي بيتم طبعا فيها تبادل إيه؟ الغازات. يبقى ده فتحة خرشومية، الدم الماية تدخل كده على البلعوم، وبعد كده على الأنبوبة الخرشومية، وطبعا إيه؟ يدخل هنا، وبعد كده تدخل بره بعد ما يحصل إيه؟ مرور الماء على الجيوب او الصفائح الخرشوميه عشان تقوم بعمليه تبادل الغازات لانها غنيه بالاوعيه الدمويه. ده اللي هو اللي قلنا النقاب، وده اللي هو مس النقابيه عشان تيجي تعمل عمليه ايه؟ تعمل عمليه فلتره، او يعني تقفل لو كان في وهي بتغذى تتقفل، ده لو كان مفتوح بيتنفس المايه داخله كده على طول، تمر هنا بالانبوبه الداخليه تبدا تخرج للخارج اهو. اللي جوه دي فتحة خرشومية داخلية، ودي فتحة خرشومية خارجية، ودي الصفائح الخرشومية اللي بتمر فيها المية من هنا ويحصل فيه تبادل للغازات. ميكانيكية التنفس، يمر التيار الايه الماء من خلال الجيوب الايه الخرشومية بإحدى هاتين الطريقتين. في حالة إن الحيوان بيسبح وهو حر طليق، يبقى فتحة الفم مفتوحة، يبقى المية تدخل زي ما قلت لك من الفم للايه البلعوم للأنبوبة التنفسية، وبعد كده تتعرق على تمر على الجيوب الخرشومية، ومنها تخرج بره في الايه الخارج. طيب ده لو كان الحيوان ايه الفم بتاعه حر مش ملتصق بجسم فريسة، يبقى في حالة بقى ايه
يمر الماء من خلال الفتحة الخرشومية من الفم الأنبوبة التنفسية إلى الجيوب الخرشومية عبر الفتحات الخرشومية الداخلية طبعا إلى الإيه الجيوب الخرشومية إيه ثم إلى الإيه الخارج، يخرج التيار الماء عبر الفتحات الخرشومية الخارجية زي ما قلت لك، أو جزء عامل كده كده. ده كده من داخل الأنبوبة التنفسية للفتحة الداخلية للجيوب الخرشومية، وبعد كده الفتحة الخرشومية الخارجية. ثم تتم عملية تبادل الغازات ما بين الماء والدم المنتشر في الصفائح الإيه الخرشومية. وبعد كده طبعا تخرج بره بعد ما أصبح الدم إيه. لو طب افرض الحيوان دلوقتي ملتصق بجسم الفريسة، الفم مغلق، يبقى دم الماية تدخل منين؟ في الحالة الشكل اللي هو الشكل ده كده. يبقى الدم هيدخل من الايه؟ هيتعكس، بدل ما كان بيدخل الجيوب الخرشوميه عن طريق الفتحه الخرشوميه الداخليه، هيدخل عن طريق الفتحه الخرشوميه الخارجيه، وبعد كده الى الايه؟ الجيوب الخرشوميه، وبعد كده الى الايه؟ تجويف الانبوبه، وبعدين يخرج تاني من نفس الايه؟ الممر. يعني يبقى عامل كده، يبقى بدل ما كان بيخرج بيدخل كده وبيطلع كده، لا ده هو يتعكس بقى. هيمر كده وبعدين يمر هنا في على الجيوب الخرشوميه وبعدين الانبوبه التنفسيه، وبعدين يرجع تاني يتعكس ايه المايه تخرج ايه. يقضي معظم الحيوان ده ملتصق بفرائسه عن طريق ايه القمع الايه الفم، والذي يشبه الممص. لذلك لا يمكن ان يمر تيار الماء من عن طريق الفم المغلق، يمر ايه من خلال الفتحات الخرشوميه الخارجيه الى داخل الجيوب الخرشوميه، ثم الفتحات الخرشوميه الداخليه الى الانبوبه التنفسيه، عكس الممر الثاني خالص، ويخرج تيار الماء من الانبوبه التنفسيه عن طريق نفس الايه نفس الطريق ده. يبقى اللي هو داخل منه كده يطلع منه بنفس الايه الشكل، ويبقى كده مش محتاج الفم ان هو يتفتح، لان الفم مغلق عشان بيمتص الدم لانه ملتصق بالجسم الفريسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.